بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام، نلتقي مرة ثانية مع الحداثة في المحاضرة الثانية لنكمل ما قلناه آنفا. نقول استكمالا للمحاضرة الماضية، الحداثة إذن بمفهومها الذي تحدثنا عنه في المحاضرة الأولى تعني أنها لن تأخذ بحال من الأحوال بيد الفن إلى التحليق في فضاءات الإبداع، وإنما تسوقه إلى التهلكة المنظمة والمقصودة سوقا. ننظر ماذا قال النقاد الغربيون عن الحداثة باعتبار أنهم شهداء على هذه الحركة التي انبثقت في أحضانهم في أوروبا. كتب أحد النقاد الغربيين متهكما ساخرا من الأوضاع الشعرية القائمة، فيقول كونريد، اسم الناقد ام جي كونريد: الشعر الحقيقي الآن هو فن بارع في تحطيم الأعصاب. هذا وصف النقاد الغربيين، وليس هذا الناقد فقط من يتحدث عنه عن الحداثة، إنه فن إثارة الأعصاب. نحن سحرة العالم الشهواني، نحن الذين يباركنا العجز، نحن الذين يباركنا العجز والحماقة. هذا شهد شاهد من أهلها. هكذا تهاوت في نظر الإنسان الغربي كل المسلمات والثوابت في الفكر والسياسة والدين والاجتماع وسائر مناحي الحياة، فاختلطت لديه الأوراق لدى الإنسان الأوروبي، وبدا كل شيء مضطربا بلا ضوابط ولا حدود. وراح الإنسان الغربي يبتكر كل يوم فلسفة أو نظرية لعلها تنقذه من حياة الضياع والتشرد والغربة التي يعيشها في داخله. وقد رأينا كيف تطور هذا القلق وهذا الاضطراب إلى ظلمات بعضها فوق بعض من خلال تعاقب المدارس النقدية الواحدة تلو الأخرى. فقد ظهرت الكلاسيكية ففشلت في تحقيق حلم الانسجام النفسي للإنسان الأوروبي. أنا لا أشك بأن الفلاسفة الأوروبيين حاولوا ويحاولون بنظرياتهم المطعمة بالنقد والأدب، حاولوا إسعاد مجتمعاتهم، فابتكروا هذه المدارس الكلاسيكية، فالرومانسية ثم الواقعية والبرناسية والسريالية إلى آخره. كل هذه المدارس ابتكرها الفيلسوف الأوروبي من أجل إسعاد مجتمعه، لا نشك في ذلك، لكنهم أخطأوا السبيل.
فهذه الحركة أو هذه المدرسة الكلاسيكية كما قلنا فشلت في تحقيق الانسجام النفسي للإنسان الأوروبي حين قدست العقل وما ينتج عنه، تطرفت إلى أقصى حد نحو العقل. ثم جاءت الرومانسية بعدها في محاولة منها أيضا لرأب ما أفسدته الكلاسيكية. نعم، فقدست العاطفة إلى أبعد حد حتى انكفأ الإنسان على ذاته وعرف ما يطلق عليه بمرض العصر، الشيء الذي هوى بالرومانسي في أحضان الكآبة والتشاؤم والانتحار، ولكن ذلك كله لم يجدي في إسعاد الإنسان الأوروبي الباحث عن السعادة وطمأنينة النفس. ثم أعقب ذلك الواقعية فالبرناسية فالوجودية، وكانت كلها محاولات يائسة بائسة في إسعاد الإنسان الأوروبي دون جدوى. كما شك هذا الإنسان أي الأوروبي في قدرة العلم على جلب السعادة والأمان النفسي له، ليس ذلك فحسب، بل استقر لديه أن الاكتشافات العلمية والتقدم الصناعي الهائل كان سببا في انتكاسات الإنسان الغربي. لماذا؟ لأنه حوله إلى ترس في الآلة الصناعية، مما ولد قناعات عند جيل من الشعراء الشباب بأن الحضارة الغربية في طريقها إلى الانهيار والزوال. ولهذا لم تعمر هذه المذاهب طويلا شأنها في ذلك شأن كل المذاهب والفلسفات التي ضاعت وصادمت الفطرة البشرية وصادرتها وناصبتها العداء، فكانت نغمة الحداثة، كانت نغمة نشازا أو نبتة غريبة وسط بستان خصب بالقيم والمكارم والأخلاق. وقد لخص صالح الطعمة ملامح الحداثة في النقاط التالية، 3 نقاط أو 4 نقاط. النقطة الأولى الرؤية، لخص الحداثة في هذه النقاط. النقطة الأولى الرؤية، أي رؤية العالم والحياة، وهي رؤية تتكئ على وعي بضياع الإنسان في خضم بحر هائج مائج بالأفكار والرؤى. كلما دخلت أمة لعنت أختها، وهكذا تلك المدارس والنظريات التي حادت عن الحق والنقل واتبعت الهوى فحصل ما حصل. النقطة الثانية التأكيد على الذات، وذلك يعني أن الحداثة تنبع من عالم الداخل، واللا حداثة تنبع من الخارج. وإحنا عرفنا إنه الحداثة تحارب الخارج بما فيه من قديم وتراث، ويرجع هذا إلى المفهوم الأوروبي الذي يفسر الأصالة على أنها ما يجيء من داخل الذات وليس ما يعود إلى الأصول الدينية أو التاريخية أو الاجتماعية.
نحن نعلم أن الأصالة لها علاقة بالتاريخ، بالماضي، بالقديم، لكن الأصالة عند الحداثي تنبع من الداخل، فما تراه الذات صوابا فهو صواب. النقطة الثالثة الزمن، وهذا مهم أيضا، حيث تقترن الحداثة في الغرب تاريخيا بفكرة الزمن الأفقي الميت اللامعاد، يعني أن الزمن يمضي ولا يعود. هذه الفكرة التي تنطلق دوما إلى الأمام، إذ لا عودة إلى الوراء البتة، لأنها تعني في نظرهم العودة في نظرهم إلى الوراء تعني التاريخ والأديان والرجعية كما يقولون. النقطة الرابعة والأخيرة الغموض، ما تتسم به الحداثة من غموض، حيث يعد الغموض أحد أهم سمات الحداثة وأبرزها، وفي المقابل فإن الوضوح ليس حديثا، وهذا ما سنتحدث عنه في محاضرات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.